صلى على رسول الله. عشاق الحلبة، في ناس بتمو إدمان الحلبة عندهم، لكن اسمع هالمعلومتين في دقيقة. الحلبة بكل تأكيد حسب التوصيات هي مقوي عام للجسم ومدر حليب للمرضعات، وكذلك يعني بتساهم في تسهيل عملية الهضم، وكمان من الحلبة تعتبر فاتح شهية. لكن بعض الأعراض الجانبية لو أخذتها بجرعات عالية شوية هي غازات البطن وانتفاخات البطن، وممكن توصل لمرحلة استفراغ وإسهال، فلازم تكون حذر بالذات لو كنت قولون عصبي. طيب، عندك حساسية من البقوليات والفول والعدس والفول السوداني، اعرف إنه الحلبة ممكن تكون برضو حتسبب لك حساسية. النقطة المهمة جدا، إذا أنت مريض سكر تاخذ أدوية سكر أو كوليسترول أو أدوية سيول الدم، لازم تراجع طبيبك قبل ما تاخذ حلبة. طيب، الجرعة كم الموصى فيها يوميا؟ هي من 5 إلى 10 جرامات في اليوم. يعني نتكلم الخمسة جرام عبارة عن ملعقة صغيرة زي تبعة الشاي، فأنت معك تنتين في اليوم. عندك عملية بعد أسبوعين لازم أنت توقف الحلبة اللي ممكن تعارض مع أدوية سيولة الدم. الحلبة موطنها الرسمي والرئيسي وأكثر شعب بيستعملها وين؟ اكتبوا لنا خلينا نشوف. سلام.